مساء النور. انا اسفه طبعا ان انا ازعجت حضرتك بالشكل ده، بس انا كنت في شقه حسن طلعت ولقيت دول. اه يعني ايه؟ هو انا اللي المفروض اجاوب على سؤال زي ده يا فندم؟ الموضوع محتاج تحقيق ولو بشكل غير رسمي، بس انطباعي الاولي اقدر اكد لك الناس قلقانين، الحاجات اللي انت بتعمليها والتوكيلات اللي بتجمعيها من اهل الضباط، يعني عايزينك تبعدي عن القضيه. الجهه الوحيده اللي قلقانه من الموضوع الجهاز عند سيادتك. ازاي؟ مش القضيه دي هتترفع على جهه التحقيق؟ انت كده بتتهميني انا شخصيا. يا فندم انا لو عندي شك واحد في المليون ان سيادتك او الجهاز عندكم علم بالموضوع، ما كنتش هجيب الصور واجي لك برجلي. انا كل الحكايه اني بفند الموضوع مع حضرتك مش اكتر. وده معناه ايه؟ معلش ما تزعليش مني، بس يمكن حسن ده الله يرحمه كان معجب وبيراقبك، ليه لا؟ يا فندم ده قاتل قناص، عمره ما هيراقبني الا لو كان حد دافع له فلوس عشان يقتلني. وما قتلكيش ليه؟ ما انت جيت للجهاز وادلتي بمعلومات مهمه في قضيه الضباط، واديك اهو شغاله ومحدش قرب لك. يبقى زي ما قلت لحضرتك، السبب الوحيد هو قضيه الاستاذ حمزه. انت بتبتزيني؟ يا فندم اكيد لا، انا بفهم حضرتك ان ده السبب الوحيد. قضيه حمزه خلصت خلاص، بس عيله الراجل اللي ابن حضرتك الاستاذ حمزه داسه بالعربيه ما سكتوش، وهددوا اكتر من مره باللجوء للعنف لاي حد يساعده او يرفع عليه قضيه. قلت لك حمزه بريء، انت عايزه ايه بالظبط؟ ما انا سايبك تعملي اللي انت عايزاه، ترفعي قضيه على الضباط، تحققي، تطلعي في التلفزيون وكانك نجمه. يعني من الواضح ان انا ازعجت سيادتك، بس المفروض لما اتعرض لموقف زي ده الجا لمين؟ تلجئي الواحد ماسك عليه زله، صح كده؟ احمد ربنا على المزايا اللي انا موفرها لك، ومن فضلك حل مشاكلك بعيد عني.